روم شاحنة الجر. مرحبا كيري، ماذا تفعلين اليوم؟ تقومين بإرسال الحلوى للملعب؟ هذا رائع. مرحبا جاري، كيف حالك اليوم؟ إنك تقوم بجمع القمامة؟ هذا رائع جاري. من المهم أن نحافظ على مدينة السيارات نظيفة. ما المشكلة جاري؟ لا يمكنك تحريك إطاراتك؟ إنهم ملتصقون؟ بماذا؟ بالعلكة؟ أوه لا! هاي كيري، توقفي عن القيادة! أعتقد أن لدينا مشكلة. هناك الكثير من العلكة منتشرة على طول الطريق. لا تقلقي كيري، سأتصل بتوم شاحنة الجر. توم، هاي توم، كيري سيارة الحلوى وجاري شاحنة القمامة في مشكلة. هل بإمكانك مساعدتنا؟ إنهما بالقرب من الملعب. مرحبا جميعا، لقد حضر توم للمساعدة. أين مصدر هذه العلكة توم؟ أوه، هناك تسريب في خزان العلكة لكيري. يجب أن نقوم بإصلاحه قبل أن يتسرب المزيد من العلكة على الطريق. شريط لاصق، فكرة رائعة. هذا سيساعدنا في تغطية الفتحة مؤقتاً. هل يمكننا جر كيري إلى المرآة توم؟ لا؟ لما لا؟ أنت محق توم. نحتاج أن نقوم بتنظيف الطريق من العلكة وأن نساعد جاري في تحريك إطاراته مجدداً. هل تعرف أحداً يمكنه مساعدتنا؟ فرانك، هاي فرانك، توم شاحنة الجر يحتاج مساعدتك. هل يمكنك القدوم بسرعة؟ إنه بالقرب من الملعب في هذا الاتجاه. مرحباً جميعاً، ها هو فرانك. فرانك، هل يمكنك استعمال خرطوم المياه خاصتك في تنظيف الشارع؟ أحسنت عملاً فرانك، نراك لاحقاً. لنقم بجر جاري بعيداً عن العلكة الملتصقة. مذهل! الآن بإمكان جاري العودة إلى العمل. وداعاً جاري! والآن لنقم بجر كيري إلى المرآب. أحسنت عملاً! كيف يمكننا إصلاح التسريب توم؟ بماكينة اللحام؟ فكرة رائعة! هل هذا كل ما نحتاج؟ نظارات واقية! بالتأكيد! لنقم بتثبيته جيداً حتى لا تتسرب العلكة مجدداً من الخزان إلى الطريق. مذهل! هل هناك شيء آخر يمكننا فعله لكيري توم؟ ماذا يوجد في هذا الوعاء توم؟ علكة؟ فكرة رائعة! هذا سيساعد كيري على إنتاج المزيد من قطع العلكة. لنقم بتعبئة خزان العلكة لكيري.
هل تشعرين أنك أفضل الآن كاري؟ هل سنصلح شيئاً آخر توم؟ فكرة جيدة! لنقم بتنظيف العلكة المتسربة. هل نستعمل ليفة؟ ممتاز! لنقم بتنظيف كل العلكة المتسربة. أحسنت عملاً توم! كاري تبدو كالجديدة تماماً! هل هي جاهزة للعودة إلى العمل الآن؟ ما هذا؟ قطعة من الحلوى؟ أعتقد أن كاري تقول لك شكراً توم! وداعاً كاري! وداعاً توم! نراكما لاحقاً! توم شاحنة الجر. مرحباً ستيف، كيف حالك اليوم؟ هل تقوم بتسوية الطريق ليتمكن أصدقاؤك من القيادة عليها بسهولة؟ هذا رائع! أحسنت صنعاً ستيف! ما هذا الصوت؟ هل هي أمبر سيارة الإسعاف؟ دعنا نرى ماذا هناك. ها هي أمبر، تبدو وكأنها تريد الوصول بسرعة للمستشفى. ستيف كان يعمل بالقرب من المستشفى، أتمنى أن لا يكون في طريقها. هاي ستيف، أمبر قادمة إلى المستشفى، يفضل أن تبتعد عن طريقها. ما المشكلة ستيف؟ أسطوانتك عالقة؟ لما لا تحاول مجدداً؟ هذا هو ستيف، حاول بكل قوتك. أوه لا! لنحاول مرة إضافية واحدة فقط. حسناً ستيف، يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجر حالاً. توم، هاي توم، تعال بسرعة. ستيف المدحلة البخارية يحتاج مساعدتك، إنه خارج المستشفى، أسرع. أوه لا، أمبر هنا أيضاً. نأسف لك أمبر، ستيف لا يستطيع التحرك، هناك مشكلة بمدحلته. توم سيصل بسرعة. هيا توم! لا تقلق ستيف، توم في طريقه إليك. ها هو! هاي ستيف، توم هنا لمساعدتك. لا تقلقي أمبر، توم سيحرك ستيف من هنا فوراً. ممتاز توم! هيا لنبعد ستيف من هنا حتى تستطيع أمبر الدخول إلى المستشفى. أحسنت صنعاً توم! أنقذت يومنا! الآن تستطيع أمبر الوصول إلى المستشفى. وداعاً أمبر، وداعاً! الآن لنذهب للمرآب ونصلح المدحلة. لقد وصلنا ستيف! ما المشكلة توم؟ يبدو وكأن مدحلة ستيف مهترئة تماماً. هل لديك أي أسطوانات احتياطية توم؟ تأكد من اختيار الأسطوانة المناسبة. أنت
محق توم. هذه تبدو صغيرة جداً على ستيف. هذه تبدو مثالية. هل نجربها الآن؟ فكرة جيدة توم. في البداية يجب أن نرفع ستيف عن الأرض. هل تعتقد أن الأسطوانة الجديدة ستكون مناسبة؟ أحسنت صنعاً توم، حجمها مناسب جداً. هل تعتقد أن ستيف يحتاج شيئاً آخر توم؟ أنت محق توم. لنقم بغسل ستيف الآن. ممتاز توم، ستيف يبدو كالجديد تماماً. ماذا هناك توم؟ أوه، أفهم ذلك. مقاعد ستيف تبدو قديمة ومهترئة. هل لديك مقاعد احتياطية؟ هذه المقاعد تبدو أفضل، دعنا نجربها. يجب أن تفتح الباب أولاً توم. إنها مناسبة، أحسنت توم. هل ستيف جاهز للعودة للعمل؟ لا؟ لماذا؟ لا تقلق ستيف، إنه أمر بسيط. هل سنقوم بتلميع مرايا ستيف؟ فكرة جيدة توم. ستيف يبدو كالجديد تماماً. انظر كم هو مسرور. أحسنت عملاً توم. وداعاً ستيف. شكراً جزيلاً.